أهل الشر ما يتهاون بهم أبدا، الواجب إبعادهم عن الساحة، وإلا فإنهم يدسون شرهم والقوي يضعف معهم. فاقتنع بقولهم وأراد حمل الناس على القول بخلق القرآن والعياذ بالله، كلام الله عز وجل المصدر الأول الشريعة، أرادوا أن يجتثوه من الأمة، يقولون إن القرآن مخلوق وليس هو كلام الله، فاقتنع بهذا الرأي. ولكن وقف الأئمة كالإمام أحمد في مقدمتهم، الإمام أحمد وقفوا ضد هذه الفكرة الضالة موقفا حازما، وأبوا أن يقولوا بخلق القرآن، وعذب منهم من عذب كالإمام أحمد، وقتل منهم من قتل، ولكنهم صبروا ووقفوا في وجه المعتزلة، وقفوا موقفا حازما، فثبت الله بهم الدين وثبت بهم العقيدة الصحيحة ودحر أهل الشر. وتوالى بعد المأمون أخوه الواثق وابنه المعتصم، أخوه المعتصم أخو المأمون المعتصم بن هارون الرشيد، ثم الواثق ابن المأمون، أخذوا هذا المنهج وأرادوا حمل الناس على القول بخلق القرآن، وكلهم عذبوا الإمام أحمد وضربوه، ولكنه لم يعطهم كلمة واحدة، بل يقول القرآن كلام الله، وإذا قالوا له قال هاتوا لي من القرآن أو من السنة، هاتوا لي، فيعودون عليه بالضرب ويغمى عليه رحمه الله، ولكنه أبى حتى إن سالت دماؤه رحمه الله من الضرب، وغاب فكره من الضرب، وأبى صمد إلى أن جاء عصر المتوكل، متوكل ابن هارون الرشيد، فخلص الله به أهل السنة ونصر الحق وقمع أهل البدعة.